ها خير تقولوا ما بفنان؟ أبا واحد منكم يقول ما بفنان، ولا يفكر بس يقول أني ما بفنان، ولا عند شك ولو ذرة من المليار أني يقول ما بفنان. على هالسقبة وهالنسبة خوزوا عنه، ما شاء الله تبارك الرحمن. الفيديو بتاعي النهاردة طريقة عمل المعجنات. عملت عجينة سهلة وبسيطة وسريعة جدا، عملت منها ميني بيتزا وفطير بالجبنة، تنفع للتجمعات والأعياد، والطريقة سهلة جدا وبسيطة. تابعونا لنهاية الفيديو وقولونا ايه رأيكم. العجينة بتاعتي دي يا جماعة، طبعا انا صورت وهقول لكم المقادير على السريع. انا بحط المواد السايله كلها مع بعض، بعد كده ببدا اضيف الدقيق واعجن. مش بخلي الخميره تفضل لما تخمر وبعد كده ابدا اضيف، لا انا بعمل كله ورا بعضه ورا بعضه على السريع. كوبايتين ميه، هنحط عليهم معلقتين كبار خميره، هنضيف حليب ثلاث معالق حليب بودر على الخميرة، والمية بتكون فترة شوية، ونقلب. وهنضيف معلقة كبيرة بيكنج بودر، دي الخميرة اللي هنعمل بيها المعجنات بتاعتنا. دي اول كوباية دقيق هضيفها. طريقة سهلة قوي وبسيطة. والتانية وهقلب كده. عندي 3 كوبايات دقيق، طبعا انا بستخدم ايدي مش بلبس جلافز. هضيف يعني اقل من معلقة كبيرة سكر زي ما انتم شايفين. هضيف كمان شعرة ملح صغيرة قوي. انا ضفت 2 كوباية كمان دقيق، يبقى كده انا حطيت 4 كوبايات دقيق. وهضيف 1/2 كوباية زيت. دي العجينة بتاعتي بعد ما عجنتها كويس قوي من 5 لـ8 دقايق. بعد كده غطيتها بنايلون، وبعد كده هغطيها بفوطة وهحطها في مكان دافي لما تخمر، وبعد كده هبدأ اشتغل عليها. الفطاير اللي احنا هنعملها، هنعمل جزء بالجبنة وجزء تاني هنعمله بيتزا صغيرة. انا عندي دلوقتي علشان البيتزا هعمل، عندي بصل مكعبات، فلفل الوان، فلفل اخضر قطعته مكعبات، وهبدأ اشوحه على النار. عندي كمان مشروم، زيتون اسود، زيتون اخضر. تابعونا وشوفوا الطريقة. دي صلصة البيتزا اللي انا هستعملها. انا هستعمل صلصة جاهزة، مش هعملها الصراحة، اللي حابب يعملها براحته. كل واحد وعلى حسب الطريقة اللي هو عاوز يعمل بيها البيتزا او المعجنات بتاعته. انا بستخدم دايما الصلصة الجاهزة، وساعات لو مش متوفرة عندي بعملها في البيت.
انا دلوقتي ببدأ اشوحها وهحط شوية صغيرة زيت عليها. الخضار بتاعي انا بس بخليه يدبل شوية، مش ان هو يستوي يا جماعة. اضيف عليه شوية ملح، شوية فلفل اسود، وهقلب زي ما انتم شايفين. كده عندي الخضار طفيت عليه، ده شكله النهائي. ده شكل العجينة بتاعتي لما اتخمرت كويس. تمام، هبدأ افكها وهحط على الرخامة بتاعتي شوية دقيق وهنزل عليها العجينة. طبعا الرخامة بتاعتي انا منضفها كويس قوي زي ما انتم شايفين. هبدأ ان انا افردها. وعندي النشابة، دلوقتي هجيب كوباية وهبدأ زي ما انتم شايفين اقطعها دوائر صغيرة عشان هعمل بيتزا في الحجم ده. بتكون كده اللي هبدأ انزل فيها، حطيت عليها شوية زيت وهبدأ ادهنها علشان ارص عليها البيتزا بتاعتي. وزع عليها الزيت، بعد كده هرص فيها العجينة. الصينية انا رصيت فيها العجينة وهبدأ اشتغل عليها. انا بنزل بالصلصة بتاعتي ووزعها بالطريقة دي. طبعا وزعت الصلصة على الصينية كلها، وهبدأ انزل بقى بالخضار بتاعي. احنا كده خلصنا الخضار كله وزعناه، هبدأ اضيف الجبنة على الوش. انا ضفت الجبنة بالطريقة دي وهكمل، وبعد كده هدخل على الفرن ان شاء الله. البيتزا بتاعتنا خلاص قربت تخلص، زي ما انتم شايفين بدأت الجبنة تسيح شوية صغيرة وهنطلعها. التاني هبدأ افرده علشان هعمله بالجبنة. فردنا الجزء التاني بالطريقة دي وهبدأ اقطعه. مثلثات علشان الفه وهوريكم الطريقة ازاي. انا بوزع جبنة، اي نوع جبنة انتوا حابين تحطوه داخل الحشوة. انا عندي جبنة فيتا، انا ببدأ الفها بالطريقة دي كده زي ما انتوا شايفين. دي بقى المعجنات بتاعتنا، حطينا بيض صفار بيضة ودهنا بيها الوش زي ما انتم شايفين، وبعد كده رنشينا عليها شوية سمسم وهنبدأ ندخلها الفرن. بعد ما دهنت الوش بالصفار البيض هرش عليها حبة البركة، يبقى جزء عملته بالسمسم وجزء عملته بحبة البركة. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله، دي المعجنات بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن، شكلها يجنن الصراحة. ما تنسوش تقولولنا ايه رأيكم في التعليقات للي يجرب الوصفة بتاعتنا.
وأشوفكم على خير في فيديو جديد.